مجموعه شباب من محبين النادي الاهلي ومشجعينه. طبعا احنا اتجمعنا على الفكره ديت من بعد الماتش، من بعد الماتش الذهابي اللي كان في تونس هناك. بدانا نعمل فكره، عايزين نعمل حاجه كويسه احنا ومجموعه الشباب، فبدانا بالتصميم بتاعها، وبعد كده بدانا ان شاء الله جبنا القماش ونفذناها زي ما حضرتك شايف كده، وقلنا نعمل رسمه تكون عظمه كده، ان هي تدي مثلا روح للمباراه، او ان احنا كسبنا زي ما حضرتك شايف التفاصيل، احنا كسبنا كش ملك في الرسمه كده. والله احنا طبعا شغالين فيها بقالنا فتره كبيره جدا كشغل، وكتجمعنا حاجه كان مثلا حوالي بتاع 15 يوم، وبعد كده كشغل رسم فعلي قعدنا فيها 4 ايام رسم فعلي بعد ما خيطنا طبعا القماش وكل حاجه. وقبل الماتش بيوم طبعا رحنا عشان نحضر الحاجات في الاستاد، والحمد لله قدرنا نعمل الوايرات بتاعتنا والشغل بتاعنا اللي هناك عشان طبعا تبقى جاهزه لتاني يوم. وطبعا حضرنا التمرين بتاع النادي الاهلي، والكابتن خالد بيبو سلم علينا ودعمنا، كنا احنا تعبانين جدا قعدنا 4 ايام ما بننامش فعلا، فالكابتن بيبو قال لنا هتعملوا حاجه كويسه النهارده ان شاء الله، تعمل حاجه تشرفك، تبقى حاجه عظيمه ان شاء الله. وكانت نسينا التعب لما هو قال لنا كده، احنا نسينا التعب ونسينا كل حاجه لما خدنا منهم التحية والتقدير. والله حسب الشغل فيها، الحاجات دي مكلفة جدا طبعا، بيبقى فيها شغل مثلا زي القماش، زي الألوان، زي الحاجات اللي هي مبذلة أو الماتيريال اللي احنا بنشتغل بيها، بيبقى فيها حاجات مكلفة طبعا، بس الحمد لله ما حدش بيبص لحاجة زي كده عشان ده طبعا نادي الأهلي، ما حدش بيبص لحاجة زي كده. هو أكتر من شخص اشتغل على التصميم طبعا، وبدأنا نعملها، وكل واحد طبعا ليه آراء، بيبقى مجموعة كده مغلقة إن احنا كل واحد بياخد رأي التاني، لحد ما الحمد لله بنطلع فكرة كويسة، لحد ما يعني كل واحد مختص في حاجة، الديزاينرز هو اللي بيشتغل في التصميمات والحاجات دي. أما أنا طبعا كدوري كنت أنا رسام، فالحمد لله احنا اشتغلنا فيها وكنا 3 بس اللي بنرسم، طبعا غير إخواتنا اللي كانوا بيساعدونا، إن الرسمة دي اتعملت مكانها حيطة كبيرة جدا، وكنا جايبين سقالات واترسمت على 4 مراحل. وما شاء الله يعني عايز اقول لحضرتك احنا ما نمناش حرفيا 4 ايام رسم، ويوم الجمعه يوم السبت ساعه الماتش احنا اول ما كسبنا نسينا كل حاجه، وجالنا باور تاني وجالنا قوه تانيه، وقعدنا نحتفل في الشوارع، واحتفلنا طبعا مع اللعيبه في الاستاد. بس كان يوم جميل، وان شاء الله نعمل حاجات تانيه باذن الله رب العالمين.